وهلا عودة لرئيس طبعا مصلحة الأرصاد مصلحة بلبنان الأرصاد أكيد. في مطار بيروت. ماركو هيبي صار جاهز معنا لخبرنا عن طقسنا وعن هالفيديو، لأنه الإنذار المبكر العمل السريع يعني عم بيكون. صباح الخير أستاذ مارك، صباح النور، يعطيك ألف عافية ميرسي، الله يعافيكم، وينعاد عليكم مرة جديدة. شكرا جزيلا، تفضل، شو عنا ينعاد لليوم؟ علينا. عفوا، شو عنا اليوم؟ تفضل. لليوم كنت بس بدي أقول ينعاد علينا جميعا جميعا أكيد، على الكرة الأرضية، نعم صح، لأن مثل ما شفنا شوي بالفيديو ظروف الطقس منا خاصة لا ببلد معين أكيد ولا بفئة معينة، هيدي بتمسينا جميعا. ونحن اليوم بهالسنة 2022 الموضوع كان الإنذار المبكر والعمل المبكر، لأنه ظواهر الطقس عم بتصير تدريجيا أكثر وأكثر تطرفا وشدة وتيرتها، يعني عم ترجع تتكرر تصير بالسنوات أكثر وأكثر. نعم، فمشان هيك تنبؤات الطقس ما عادت محصورة بس بأنه نعطي توصيف للطقس صح كيف بده يكون، صار واجب أكثر أنه نقدر نقول شو تأثير هالطقس، شو مفاعيل الطقس علينا، كيف رح نعم يكون تأثيره علينا نحن وعايشين بحياتنا اليومية بنشاطاتنا. فلذلك هلأ التوجه عم بيكون لحتى يروح على تنسيق أكبر بين مرافق الأرصاد الوطنية، أرصاد الجوية الوطنية مع الهيدرولوجيا، وتنسيق مع السلطات المعنية بإدارة الكوارث. وبهالإطار كمان عم تدخل الوكالات الإنمائية لتحسين أساليب الوقاية للتأهب للمعالجة خلال الحدث لما بيصير في كوارث طبيعية، وبعدين الاستجابة وعملية النهوض. نعم، كل البلدان إجمالا عم بتبلش تحط سياسات واستراتيجيات مع مخططات لكل هالمراحل هاي، ما قبل، خلال الحدث، ومن بعده عملية النهوض منه. طقسنا لليوم؟ طقسنا لليوم، اليوم طقسنا إجمالا عم بيكون غائم مع أمطار مع برق ورعد، وحاليا في عنا خلايا رعدية واقفة على البحر صارت على حدودنا ورح تفوت علينا. نعم، رح تشمل لبنان من وسطه لشماله مع برق ورعد وأمطار بتكون غزيرة ببعض الأحيان. الثلوج عم تتساقط، متوقع انها تتساقط على حدود 900 متر وما فوق. نعم، وبننتقل، عفوا تفضل تفضل ولا شيء. نعم، وبننتقل ليوم السبت لتكمل السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، رياح ناشطة بعض من وقت لوقت، وتساقط الثلوج على ارتفاع حوالي 1100 متر وما فوق. نعم، هيدي الأمطار والثلوج مبدئيا رح تشهد شوي يمكن استراحة صغيرة ببداية يوم السبت لترجع تتجدد مساء السبت حتى صباح الأحد. صباح الأحد إذا كان في عنا بعض الأمطار الصباحية مبدئيا لازم سريعا تنتهي تخلص، وبنروح لطقس غائم جزئيا، وتدريجيا رح نفوت على أسبوع جديد ابتداء من الاثنين مع انحسار كلي للأمطار، بداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأسبوع كله. يعني السبت بعد الظهر في شتاء ومساء. مضبوط، وثلج مضبوط. كمان الشتاء سريع رح يكون يعني بين السبت أوكي بعد الظهر وصباح الأحد. صباح الأحد نعم، وأكيد مثل ما قلت نتالي في ثلوج بيكون. مضبوط، رح يكون في ثلوج، ثلوج اعتبارا من 1000 1100 متر وما فوق. في تخوف من الجليد بعد، يعني بساعات معينة الطرقات الجبلية بخاف الواحد يسلكها. نعم، يعني هون عم نحكي التخوف من إذا التكون، بدك يعني الطرقات اللي دايما بتسكر، يعني طريق ظهر البيدر تحديدا. ظهر البيدر أكيد، لأنه ارتفاعها بحدود من 1400 ل 1500 متر بتوصل بأعلاها، ولكن الخطر موجود اعتبارا من مستويات ادنى من هيك. نعم، يعني يوم الاحد ممكن اعتبارا من حوالي 1000 1100 متر كمان يكون في خطر لتكون الجليد. هاي الصبح بعد الظهر كمان، هاي الصبح ومع نهايه النهار كمان هذا الخطر بيتجدد بعد غياب الشمس اكيد، يعني اجمالا بعد الساعه 5 تقريبا بصير في كمان خطر تكون الجليد بيرجع بيتجدد. نعم، هلا من حيث توزيع درجات الحراره اليوم على الساحل رح تتراوح الحراره بين 7 درجات و15 درجه، بالمناطق الجبليه من درجتين الى 7 درجات، وهون بس نقول مناطق جبليه عم نحكي تقريبا بين 1000 1200 متر تقريبا. نعم، اما بالنسبه للداخل فمن درجتين الى 5 درجات.
الرياح السطحية اتجاهها عم بيكون جنوبي غربي بأغلبه، أما سرعتها فعم تتراوح بين 20 و50 كيلومتر بالساعة. نعم. الارتفاع عم بيكون متوسط، ولكن عم بيسوق بين وقت والثاني تحت الأمطار يلي عم تمرق علينا. أما المناطق الجبلية فعم بتكون الرؤية سيئة بسبب الضباب كمان. الرطوبة النسبية عم تتراوح ما بين 65 و90%. البحر عم بيكون متوسط ارتفاع الموج وبرافقنا على نفس المنحة، يعني خلال الويك اند كله الامواج رح تكون بحدود المتر وربع للحد الاقصى وما دون. اما حرارة سطح المي فهي 17 درجة. الضغط الجوي عم بيسجل 1015 اكتو باسكال، اي ما يعادل 761 مليمتر دقمق. صباحا شروق الشمس كان على الساعة 5:37 دقيقة، اما الغروب فعلى الساعة 5:53 دقيقة من بعد الظهر. وهيدا كل شيء بالنسبة لنشرتنا. ما ينبسطوا كثير بالشمس، طلعت بكير التنين راجعة ساعة لورا. من السبت الأحد إذا ودك، من السبت الأحد الأحد عفيك بعد يومين. شكرا لك ماركة وهيبة رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت، يعطيك العافية.